عايزه اقول يعني كوثر مصطفى بنت مصر، بنت الدرب الاحمر، يعني اللي هي بنت الحي الشعبي الاصيل، الشهامه، الاخلاق، المحبه، التكاتف، كل الحاجات الحلوه دي. لو بتكتبي حاجه دلوقتي عايزه تكتبي عن ايه وعن مين وتقولي ايه؟ هل انت كاتبه حاجه بس لم تنشر؟ لم تنشر. كذا حاجة للناس البسطة، ممكن أقول لهم ما تشدوا قوس الربابة وتعالى نسهر نغني، رب الحمول التقيلة يحملها عنك وعني، مولاها مولاها يتولاها على كل شكل ولون، مولاها مولاها يتولاها رب العباد والكون، تبات في دي أو همك بالدمع مال عنيك، وتصحى تلقى ربك مسويها من حواليك، ما تشد دوس الربابة وتعالى نسهر نغني، والحكمة متسطرة جربها ناس غيرك، قدي ما تجري لحلمك حلمك كمان يجري لك، قدي ما تتعب تلقى رب الوجود يديلك، ده كل خطوة قدم بتقربك من شيء، وكل نقطة عرق بتفك ضيق في طريق، ما تشد قوس الربابة وتعالى نسهر نغني، رب الحمول التقيلة يحملها عنك وعني. جميلة. ما تشد قوس الربابة مولاها يتولاها كمان. الأغنية دي ما حدش خدها؟ لا لسه. دي أغنية جميلة ولايقة علينا ولايقة على حياتنا ولايقة على وضعنا للظروف اللي احنا. طب خلينا ناخد من العزيزة كوثر مصطفى ما تشد قوس الربابة مولاها يتولاها. حقيقي لو كنا في ضيق أو شدة مولاها يتولاها. معقولة شاعرة كبيرة زي كوثر مصطفى بالكلام الحلو والجميل الراقي ده تبقى القصيدة ملهاش صاحب؟ مولاها يتولاها.